هل ارتبط ماجد المهندس وليليا الأطرش؟ ضجت وسائل الإعلام بخبر ارتباط الممثلة السورية ليليا الأطرش بالمطرب العراقي ماجد المهندس، وكانت بداية انتشار الخبر قبل يومين عندما نشرت الأطرش عبر حسابها في إنستغرام صورة بتجمعها مع المهندس، واعتقد الجمهور من الصورة أن هناك علاقة عاطفية بتجمعهم. كما أرفقت الصورة بعبارة: لأنه ذوقي غير فوق المستوى، يوم أحب شيء ما له مثيل. ما أثار موجة من التساؤلات حول ارتباط ليليا وماجد، لاسيما أنه المنشور تزامن مع فترة عيد الحب. وما أكدت أو نفت ليليا ارتباطها مع المهندس، بل قامت فقط بنشر صورة أخرى مساء الاثنين بتجمعهم، وكتبت: يا جميل الروح وصفاً ومحتوى، بالشكل والاسم والمعنى الجميل، عينه خدوا قد الزين ارتوى، وراحوا طلوا ضحكة تبر العليل. وانهالت التهاني في التعليقات على ليليا الأطرش اللي كان ردها لم يؤكد هذه العلاقة. ويبدو أنه ليليا الأطرش تعمدت إثارة الأقاويل حول ارتباطها بماجد المهندس، وليليا بتنتمي لأسرة فنية عريقة نشأ فيها فنانان فريد الأطرش وأسمهان ومن محافظة السويداء، وبدت مسيرتها الفنية وهي بسن صغير في سلسلة مرايا مع الفنان ياسر العظمة. برزت في العديد من الأدوار مثل مسلسل أشواك ناعمة وباب الحارة بكل أجزائه، وعملت مع معظم المخرجين السوريين المتميزين أمثال بسام الملا وباسل الخطيب وحاتم علي وعدنان إبراهيم وعارف الطويل وغيرهم.